صباح الفل يا باشمهندس. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ للمره الثانيه مبروك على يعني حضرنا في عيد العمال، وكان اعتقد زي ما قلت ان دي رساله كانت من الدوله، انه الدوله مع القطاع الخاص طبعا الدوله داعمه لتوطين وتعميق الصناعه. اعتقد الفكرتين عندكم، التوطين عندكم والتعميق عندكم. ايوه الحمد لله. والحقيقه في احتفاليه عيد العمال تابعنا، لكن كنا بسرعه لاجواء احتفاليه واحتفائيه، والناس كلها تابعت وكانت سعيده جدا بمنتجات الشركه عندكم. لكن زي ما اتفقنا يوم الاحتفاليه ان احنا نيجي طبعا عشان نشوف تفاصيل اكتر ونقدمها للناس، فاحنا سلمناك نفسنا. ربنا يعز حضرتك. عايزين بقى نبدا نشوف الايه عناية. البدايه من عندكم. حاضر. الشوروم بتاعتكم. اتفضل. الاول برحب بيكم كلكم ونورتوا المصنع. ربنا يعز. ده شوروم احنا بنحاول نعرض فيه كل المنتجات اللي هتبقى سواء منتج محلي معمول هنا في مصر او اللي في المستقبل ان شاء الله هنعمله هنا في المصنع. الهدف من الشوروم ده او من المعرض ده ان احنا بنحط قدام المستهلك البضاعة بتبقى عاملة ازاي او هي شغالة ازاي. احنا حريصين ان كل حتة بضاعة موجودة في المعرض تبقى شغالة ويبقى وصلها كهرباء، والمستهلك يبقى عنده ريال فيلينج او ريال ترايل للمنتج. للمنتج. قولي بقى الاول قبل ما نخش على التفاصيل، انت بتنتج كام منتج عندك في المصنع؟ احنا المصنع هنا اللي احنا واقفين فيها دي المرحلة الاولى. المرحلة الاولى دي بتنتج غسالة بنوعيها سواء تحميل امامي او تحميل علوي، بننتج فيها تكييف من اول 1.5 حصان لحد 10 حصان، بننتج فيها تلفزيون من اول 32 بوصه لحد 65 بوصه. يبقى يبقى غسالات تكييفات وتلفزيونات. وتلفزيونات دي ثلاث ايتمز اللي بتشتغلوا بيهم في المرحله الاولى. بالظبط. في جزء تاني هنشوفه ان شاء الله في الجوله التفقديه، جزء الصناعات المغذيه. دي عبقريه المشروع. احنا عندنا هنا ثلاث مصانع صناعات مغذيه، مصنع بلاستيك ومصنع صاج ومصنع دهانات. طيب قبل ما نخش برضو على التفاصيل عشان دي حاجات بتهمني انا شخصيا، نسبة المكون المحلي قد ايه في صناعتك؟ ده سؤال كويس جدا. بالنسبة للغسالة بما ان احنا واقفين قدامها حاليا هي 45%، التلفزيون 40%، التكييف 65%. 65% دي غير مسبوقة، اول مرة تتعمل في مصر. في مصر عندنا خطة ان شاء الله ان احنا نرفع في خلال سنة كل المنتجات ل 70% ان شاء الله. طلب مننا دولة الرئيس وسيادة رئيس الوزراء ان احنا نرفعها ل 80%. ادينا وعد ان شاء الله السنة اللي بعدها ان احنا ان شاء الله نحاول نوصل لل 80% باذن الله. طيب انا معاك، وبعدين لازم ارجع واعرف سيادة الرئيس قال لك ايه. حاضر يا فندم. احنا ان شاء الله هنا في المصنع زي ما قلت لحضرتك هنعمل غسالة تحميل امامي وتحميل علوي من اول 8 كيلو 9 كيلو 10 كيلو، واحنا بنفخر ان احنا بنقدم تكنولوجيا غير موجوده في مصر زي ما هنشوف جوه. ايه الجديد؟ يعني ايه اللي بيميزك عن باقي المنتجات طبعا اللي من نفس ال احنا في كل منتج بنشتغل بيه في مصر درسنا السوق كويس جدا. احنا عملنا دراسه سوق لكل المنتجات، ايه المنتجات المنافسه فيها، ايه اللي عندنا نقدر نضيفه زياده، وايه اللي محتاجه المستهلك المصري من غير ما ازود السعر زياده مبالغ فيه. فاحنا اهتمينا جدا بالاداء وبالتكنولوجي عشان ده اللي يهم المستهلك المصري. المستهلك المصري مستهلك واعي، بيحب ياخد قيمه مقابل سعر، فاحنا حاولنا نقدم اعلى قيمه باقل سعر مناسب. فالغساله مثلا احنا اهتمينا جدا بالديورابيليتي او بعمر الافتراضي للغساله، فعاملين جوه الحاله لاول مره في مصر بتتلحم بالليزر، وهوري لحضرتك ازاي بتتلحم. لحام الليزر ده بيعمل ايه؟ الحله دي معلش الحله دي اصل هي سر الغساله اعتقد في الحله، يعني بالظبط الحله دي جايه جاهزه من بره ولا مصنعينها؟ لا الحله دي بتيجي افرخ صاج، هوري لحضرتك برضه. وبتتعمل بالكامل جوه المصنع بالكامل 100%. يعني جاي الساج من بره وانت مشكله بالظبط ولحمه ومركبه هنا في مصر. هنا في مصر كله 100%. التكنولوجيا بتاعه تصنيع الليزر دي بتطول عمر الحله جدا، بتخليها ما تسربش مع الوقت، ما يحصلش صدى، لان هي اللحام بنفس الماده بتاعه الميتال بيخلي الغساله ما يحصل لهاش اهتزازات، وده هنشوفه عمليا لان ما بيبقاش فيه اختلاف في الوزن. هوري لحضرتك لازم نشوفها عمليا. فالغساله ما لهاش اهتزازات خالص، قدرتها على التنظيف محترمه جدا لان هي 1400 لفه. عندنا تكنولوجي برضو بنقدمها لاول مره اسمها بيلو درام. البيلو درام ده زي مفهوم بالبلدي كده بالشغل بتاعنا القديم، ان لما كنا بيبقى عندنا حاجه خايفين عليها في الغسيل كنا الوالده تحطها في انا اسف في كيس مخده او حاجه زي كده عشان ما تتبهدلش في الغساله. فدي التكنولوجي اللي احنا عاملينها اسمها بيلو درام. الدرام بتاع الغساله الحله نفسها خرامها ضيقه جدا وديزاين بطريقه لا تجرح هدوم ولا تقطع ولا
تنتش ولا تعمل اي مره ولا توبر ولا اي حاجه بالظبط. فعشان كده احنا مختصرين يعني اللي عنده غساله دي مش هيروح يغسل على ايده حاجه؟ لا مش هيغسل على ايده اي حاجه. ده يغسل على ايده؟ لا ده مش هيغسل على ايده اي حاجه. اتفضل يا فندم. ممكن برضو يعني طبعا اتفضل. ما اعرفش يمكن الحاجه بتصلح مع اصحابها. اشوف انا اجرب برضو. لا لا يعني اتفضل. ربنا يعزك. دي الفوق اوتوماتيك، وبرده الفوق اوتوماتيك دي غساله بتشتغل بمسحوق عادي، فالمفروض دي فيها اقتصاديه. احنا برده مهتمين فيها بالراحه والامان، فاحنا كل الغساله عندنا زي ما حضرتك شايف كده سوفت كلوز، نفس البيلو درام بتاع الحله دي، برده الحله دي بتتعمل هنا في المصنع الفكرة. نفس الفكره بالظبط، نفس كل حاجه. فرق ان دي بتشتغل بمسحوق عادي، حضرتك هتبص هتلاقي نفس الحله بنفس الطريقه بنفس التكنولوجي بنفس كل مسحوق حاجه عادي. مسحوق عادي. وبرده شايف حضرتك التعليق ده ده عشان برده ما تتهزش، مفيش صوت، مفيش صوت تهزش خالص. طب يعني انت بتركز معايا على الجوده فعلا يعني طبعا. طب الاسعار اخبارها ايه برده مقارنه بالسوق؟ انا مش بتكلم على انا يعني احنا طبعا المفروض منتج زي ده منتج بنقول عليه هاي اند، في اعلى تكنولوجي موجوده في العالم، فالمفروض سعره يبقى في الحته بتاعه الهاي اند. احنا علشان موضوع المصنع ولسه داخلين السوق المصري جديد، فعاملين عروض اسعار على كل المنتجات. بتقدم نفسك للسوق الاول بالظبط. فاحنا تقريبا مسعرين اغلب المنتجات بتاعتنا في نفس رينج المنتج المحلي السوق المحلي العادي اللي مش هاي اند. مش هاي اند بالظبط كده. بتقدم نفسك الاول بالظبط كده. فكل المنتجات عاملين فيها كده، سواء تلفزيون او غساله او تكييف. بحيث انا عايز كل المستهلك يجرب وياخد قيمه مقابل سعر حقيقي. وعاملين طبعا بالتاكيد عاملين دراسه للسوق واذواق المستهلكين طبعا. وبيهتموا بالسعر، بيهتموا بالجوده والصوره الذهنيه عن المنتج الصيني بالزبط. كل ده معمول. عايز اقول لحضرتك احنا موجودين هنا في السوق المصري من 2020 80 او 90% من المنتجات دي تم تغييرها في خلال الثلاث اربع سنين وفقا للاذواق. وفقا للاذواق. فكل منتج انا اقدر اقول لحضرتك عنه حكايه، قصة، ليه جبنا المنتج ده وليه حاطينه في الفئة دي وليه بننافس بيه هنا. كل منتج هنقف عنده له قصة، بمعنى ان انا عايز اي حد يبقى شايف منتج عليه اللوجو بتاع هاير يبقى عارف ان ده معمول في مصر، جودته لا تقل عن الجودة العالمية، بل بالعكس في اوبشن وفي امكانيات مش موجودة في المنتج العالمي. تمام. اتفضل.